حياكم الله وبياكم يا أخوان. تم بناء هذه الكنيسة بسنة 1875 وانتهت في سنة 1914، وشاركوا فيها أهل باريس كلهم، الأغنياء والفقراء كل حد يتبرع شوي 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 لين بنوها. قصة تسلمكم الله، هذه التلة يسمونها تلة الشهداء. تلة الشهداء ليش؟ لأن كل الغزوات اللي تي من هالصوب ويدافعون عن باريس، أهل باريس من كثر الناس اللي سقطوا في هالمكان سموها تلة الشهداء. غزوها الإغريق اليونانيين وكانوا يدينون بديانة وثنية، غزوا المكان هذا وشلوا الرهبان، ومن ضمنهم مطران باريس، جابوهم هني وعدموهم. مطران باريس عقب ما قصوا راسه يقول لك الجثة شلت الراس وركضت كم من خطوة، وين طاحت الجثة بنوها الكنيسة، هاي كنيسة القلب المقدس. هذه كنيسة القلب المقدس على هضبة مونمارت، هذه هضبة شهيرة جدا في باريس. هذه باريس تحتكم. أنا مرة جيت أول الصبح من 4 شهور تقريبا أو 5 شهور، وصورت أول الصبح ما كان في حد موجود يوم الأحد. نطلع على الهضبة فوق ونشوف قاعة ركن الرسامين والرجل الخارج. شوفوا هذا، تقول مول مثل التمثال، هذا المهرج. في مهرج هنا يلعب كورة، واحد أسمر صراحة مبدع، بس ما أشوفه الحين مسوي صورة نفس البابا. هذا جدار الحب في تحت هضمة مونمارت، كلمة أحبك بدأ بكل اللغات. هذا قريب من المترو، أول ما تنزلون تعالوا فيه، لأن هذا هني يسكرون، ترى يقفلون الباب هني من الساعة من يفتح من 10 الصبح لين 5 العصر، يعني ما بتقدرون تشوفون الجدار اللي من وراء هذا الشبك الحديد، له وقت معين يسكرون. في 3 أشياء مهمة هني لازم تزورونها، هذا الجدار زائد الرجل الخارق زائد تمثال داليدا. بس هذا في أماكن متفرقة، يعني أماكن متفرقة، هذا بالإضافة إلى الهضبة والكنيسة والمطاعم اللي جنب الكنيسة. هذه الكنيسة من الداخل يا أخوان، شوفوا. وهذه أكبر لوحة فسيفساء في العالم، تمثل المسيح زائد حوالينا بعض الناس. في قطار بعد يوصلكم هني، أنا أول مرة أشوف القطار يا أخوان. هذا القطار الصغير للشخص ب6 يورو، الكبير وللصغار ب4 يورو. هذا أحسن عن العربة، لأن العربة تنز بعد تركبكم من دري. هاي قريب من الكنيسة، المطاعم والرسامين وكل شيء، دائما في الأماكن المزدحمة هاي خلوا بالكم من أغراضكم، الأسواق الشعبية، الأماكن الضيقة، مجموعة كبيرة من الرسامين. حتى وانت جالس تشرب قهوة ولا جالس تتغدى تناديه يرسمك وانت جالس على الطاولة، ومجموعة كبيرة من المطاعم ترضي جميع الأذواق.
هاي خلف الكنيسة قريب منها. شوف نروح له ميدان الرجل الخارق. هذه ترى أساطير، إحنا في أساطير كثيرة في أوروبا، هاي واحد من الأساطير. هذا واحد من الأساطير الفرنسية، أن هذا الرجل يقدر يخترق الجدران، هو يمشي وإذا مسكت يده بتصير مثله. أنا مسكته 7 مرات أو 5 مرات لكن لينكس ما قدرت أخترقه. يلا مشينا، باقي تمثال داليدا. هاي المطربة داليدا من أبوين إيطاليين هاجروا من كالياري الإيطالية إلى مصر، وكان أبوها عازف في الأوبرا المصرية. ولدت 1933 في مصر، تم فترة بعدين هاجروا إلى فرنسا وأخذت الجنسية الفرنسية مع الإيطالية، وغنت عدة أغاني في بعضها انشهر جدا، وغنت أغنية بالعربي اللي كلكم عارفينها اللي تقول سلمى يا سلامة رحنا وجينا. هاي غنت بعد من ضمن الأغاني، بعض الأغاني ضربت معاها واشتهرت، لكن في آخر حياتها في 1987 انتحرت بواسطة أخذ كمية كبيرة من الحبوب المنومة، ولقوا رسالة تركتها وكاتبة فيها عدت لا أحتمل الحياة. بيتها شوي من هني، يعني في آخر أيامها سكنت هني، حطوا التمثال هني، ليت حطوا جنب بيتها. بيتها شوي تقريبا 500 متر من هالمكان، وهذا التمثال قريب من رجل خارق. حياكم الله وبياكم، هذه منطقة اللاديفانس، وأنا حبيت أزورها والشمس طالعة. هذه المنطقة الجديدة يعني في باريس، واللي سمحوا فيها بالارتفاعات العالية، فنادق شركات. وكلها 10 دقائق بالمترو، 10 دقائق إلى منطقة الشانزليزيه. هاي الأكشاك الشتوية اللي تشوفونهم، سوق شتوي، في فعاليات تستوي دائما، تستوي فعاليات في هالمكان، هذا الأرينا. أعتقد حتى شهر 11 فيها الشهر هذا بيفتحون هالأكشاك هاي، وتستمر لين نهاية. شركة توتال البترول، شركة الفرنسية المعروفة. حياكم الله وبياكم، هذه حديقتنا اليوم غاردن دي لوكسمبورغ، هي طبعا في باريس. هذا المخطط، هذا مخطط الحديقة. يلا هاي طبعا النافورة الرئيسية في الحديقة، حديقة لوكسمبورغ، وهذا قصر لوكسمبورغ، وهذا طبعا ممنوع الدخول فيه، مكان حكومي. وعليه حرس، وهذه الكراسي اخوان اللي يسأل عنها، ترى هي مجانية، اللي يبغى يجلس عليها مجانية. اذا شفتوا مثل هالكراسي في الحدائق مجانية. نواصل تصويرنا، ما زلنا في حدائق لوكسمبورغ في باريس، اللي
اللي هو اللي مثل ما قلت لكم اللي في الحي اللاتيني اللي يطوفه حتى اللي في باريس. يلا في اتجاهنا إلى الخارج.